المفاوضات ما بين حماس وإسرائيل. ما آخر المعلومات التي يمكن الحديث عنها الآن في إطار طمأنة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتساءل عن هدى إنسانية بعد 42 يوما من الحرب؟ شوف أخي الكريم، نحن تعاطينا مع كثير من المبادرات في هذا الموضوع، وقدمنا رؤيتنا وقدمنا موقفنا خاصة مع الإخوة القطريين، الإخوة المصريين، ناقشنا كثير من النقاط المطلوبة. يعني في فترات أكثر من مرة كنا على وشك التوصل إلى اتفاق حول الهدنة، لكن دولة الاحتلال أكثر من مرة، وأقولها بشكل واضح، هي التي عطلت التوصل إلى اتفاق، وآخرها كان حتى موضوع دخول مستشفى الشفاء بهذه الهمجية وهذه الوحشية التي أرادت أن تمارسها على شعبنا الفلسطيني. لكن نحن معنيون، وكما قلت لا زال موقفنا يعني يؤيد التوصل إلى هذه الهدنة، لكن طبعا بشروط معينة. أنا أعتقد هذه الأمور كلها يعني خاضعة للتفاوض، وإن شاء الله أتمنى إن شاء الله نصل إلى مرحلة أن نوقف هذا العدوان على شعبنا. آخر ما تم التوصل إليه دكتور غازي؟ والله أنا لا أريد أن أعطيك تفاصيل، لأن الأمور حتى الآن لا تزال في إطار التفاوض، وليس هناك يعني مسألة مضمونة مع وجود هذا الاحتلال وهذه المماطلة وهذه الألاعيب. أنا أعتقد أنه يجب أن ننتظر حتى نرى إن شاء الله إلى ما تصل إليه الأمور. نعم دكتور، يعني لا تريد الحديث عن تفاصيل الصفقة، لكن هل يمكن الحديث أنه نضجت الأمور، يمكن خلال الساعات المقبلة الإعلان عن نجاح لهذه المفاوضات إنسانيا؟ أنا رأيي تطول بالك إن شاء الله، لأنه كما قلت هذه أمور قد تتغير من يوم ليوم ومن لحظة للحظة. يعني لا يستطيع أحد أن كما قلت، لأنه في أكثر من مرة الأمور قاربت على النهاية وأفشلها الاحتلال في آخر لحظة. لذلك إحنا بنعمل كل جهدنا من أجل أن تنجح الهدنة الإنسانية، وأن يكون هناك إن شاء الله وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني وأدخال المساعدات إلى داخل قطاع غزة، مع بقية الأمور التي إن شاء الله ستطرح وربما تعلن عنها حينما يتم التوصل. من هي الدول الوسيطة حتى الآن؟ يعني يمكن دولة قطر هي من أكثر الدول التي يعني تتعاطى مع هذا الموضوع ولديها نشاط ملحوظ، وأيضا احنا لدينا تواصل مع أخواننا في مصر. يعني الأمور إن شاء الله تمشي بشكل جيد معهم. هل يتم الضغط على حماس للقبول بصفقة تبادل غير مرضية بالنسبة لها؟ كلمة ضغط غير واردة، هناك في اتصالات، هناك في جلسات، في نقاش، في طرح أفكار، في تبادل أفكار. الحمد لله نحن نتعامل مع الإخوة الوسطاء بشكل جيد جدا وشكل مريح جدا، ولا يوجد أي شكل من أشكال الضغط. ما نقتنع به وما نراه هو في مصلحة شعبنا الفلسطيني لا نتردد في القبول به. ختاما، هناك تصريحات لكم تمت ترجمتها إلى عدة لغات دكتور غازي، قلتم أنكم في حماس تريدون زوال إسرائيل، وتم اللعب على هذا الوتر من أجل شيطنة المقاومة وتبرير الاحتلال الإسرائيلي لعملياته في قطاع غزة. هل يمكن تفسير ما قلت سابقا؟ يعني أنا بدي أقول بعد 40 يوم دولة الاحتلال التي تسمى إسرائيل، يعني أنا أستغرب أن هذا العالم يتقبل مثل هذه المنظومة الهمجية الوحشية التي لا تعرف إلا القتل والدمار وتدمير البيوت وهدم الأبراج فوق رؤوس الناس وقتل الأطفال بشكل يا راجل كل ساعة بيرتكبوا مجزرة، وين ما بيلاقوا في تجمع المواطنين بيقتلوا، المستشفيات قصفوها، المخابز قصفوها حتى لا يأكل الناس، حتى خزانات المي قصفوها، حتى الطاقة الشمسية. هذا عمل وسعار جنوني غير مسبوق في التاريخ. بالعكس، هي تفوقت على النازية، تفوقت على ما كل ما يسمى بوحشية. لذلك سبب الاضطراب في هذه المنطقة، إسرائيل تضرب في العراق وتضرب في إيران وتضرب في سوريا وتضرب في لبنان، هي التي تزرع الخراب والدمار في هذه المنطقة. هذا عبارة عن سرطان موجود في جسد الأمة العربية والإسلامية. إسرائيل لا تحمل في هذه المنطقة إلا كل معاني الخراب والدمار والقتل والموت. لذلك يعني أنا أستغرب كيف أنه في دول تقيم علاقات مع هذه الدولة. هذه دولة ليست إنسانية ولا حتى عندها ذرة من ذرة الأخلاق والقيم عند باقي البشر، ما عندها إطلاقا. أنا ناديت بأنه هذا الاحتلال يجب أن تنتهي. دولة الاحتلال هي التي تزود الاحتلال بالماء والوقود والحليب والطعام،
لذلك يعني العالم يجب أن يأخذ موقف من دولة الاحتلال. اللي أمس نتنياهو وزراء بتكلموا لا وجود للشعب الفلسطيني ولا للقضية الفلسطينية ولا حتى أي حق من الشعب الفلسطيني، ومع ذلك نطلب من أن نحن نعترف بدولة الاحتلال فيما هي كدولة، كدولة معلش تعتبر نفسها فوق القانون. يعني العالم كله بيتحدث وين القانون الإنساني، صار بيقول لك ما في قانون إنساني. طب ليش بتقتلوا، بيقتل 500 واحد في داخل مستشفى ومع ذلك العالم لا يحاسبها، بتقتل كل الناس في داخل، حتى يعني إذا الأمم المتحدة بتقول عندي أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في هذه الحرب، أي دولة هذه؟ أي دولة هذه اللي بتنتهك كل القوانين والأعراف وبتتجاوز كل الأخلاق؟ وللأسف بكل مزح بقول لك إحنا أكثر جيش أخلاقي في العالم، هذا أسوأ وأجبن وأوحش وأسوأ احتلال في التاريخ، لذلك هذا الاحتلال يجب أن ينتهي ونحن مصرون. إحنا أخذنا قرار هذا الاحتلال يجب أن ينتهي وإن شاء الله سننجح في ذلك. دكتور غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سعد كثير من الحديث معك، أشكرك جزيل الشكر.